بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا الخطاب للمؤمنين المؤمن لا يجوز له اغتياب مؤمن اخر كلمه مشهوره يقولها بعض الناس يقول هذا الذي قلته صحيح انا ما كذبت عليه الجواب نعم هو هذه هي الغيبه ان تقول فيه شيئا حاصلا لكنه مستور واذا لم يكن فيه هذا الشيء فهذا بهتان كذب افتراء يكون الشيء موجودا فيه لكنه مستور لما قلنا مستور معناه لو كان مكشوفا اما كان مكشوفا بنفسه هو الله عز وجل خلي فيه فرد عيب اللي مبين الناس شايفته الان واحد يقول هذا فلان فيه كذا هم يدرون الناس هذه ليست غيبة أو هو كشف هذا الذي نعبر عنه طبعا مو أي عيب الفسق مثلا الذي يتجاهر بالفسق متجاهر يمشي بالشارع أو بيدا راديو يغني يستمع له مثلا أو يفعل امور محرمه او يسولف بالمجالس يقول انا سويت كذا وسويت كذا وقد يفتخر بذلك فهذا متجاهر بالفسق اذا ذكره احد هذه ليست غيبه اما نقول مو غيبه موضوعا خارجه او نقول ليس لها حكم الغيبه بالنتيجة المتجاهر بالفسق يجوز ذكره بالسوء نعم هذه صحيحة كلمة على الألسنة لا غيبة للفاسق قد هم نلقى في الرواية هالشكل تعبير الفاسق المتجاهر بالفسق لأن قد يكون عنده شيء غلط لكن أخفاه ما يريد أحد يعرف هذا ما تجوز غيبته فيه السؤال إذا كان الشخص متجاهرا بالفسق في بلد زين هذا لو فرض أنه لو سئل قالوا له, له إذا الناس بالبلد الآخر عرفوا شو تقول يقول كل واحد ماكو مشكلة يعني هو مو مهتم ومرة لا يهمه مثلا هذا بلده ما يريد أهل البلد يعرفون يروح إلى بلد ثاني اللي ما يعرفوه آه أي قد تكون هذه غيبة إذا شخص جاء هنا ونشر نعم هناك مورد اللي هو غيبة في مثل هالفرض لكن الغرض من نقل هذا الكلام ردع ذاك الطرف يقول له يقول له أنا رايح للبلد أنت رايح بلد ثاني تسوي هالقضايا أما من تجي للبلد مبين شخص مقدس اللي يشوفك يقول هذا كذا أنا راح أروح هناك وأحكي هالكلام يقول له لا خاطر الله عز وجل لا تقول لي لهم بعد ما أسوي فيقول له دير بالك إذا شفتك سويتها راح أحكي والله سواها رد شاف ما صار شيء يقوم يتكلم بغرض ردعه بعض الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله عز وجل بالقران هذه ايه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول الله عز وجل يشوف وياهم على كل اذا كان الغرض من ذكره ذكر ذاك الطرف ونقل ما يفعل الردع فلا باس استثناء اخر النصيحه النصيحه قسمان واحد نصيحه المستنصح يجي واحد يسال شخص يقول له انا اريد ادخل ويا هذا بتجاره شو تقول وهذا يدري ان هذا الشخص اذا دخل ويا راح مثلا يخرب عليه شغل فينصحه يقول له لا أنصحك أن لا تدخل معه في هذه التجارة حتى لو لم النصيحة نعم حتى لو, يطلب نصيحة. حتى لو لم يقبل النصيحة حتى لو لم يقبل النصيحة ها الآن أول شيء المستنصح شخص جاي سأل قال أنا أريد أتعامل ويا فلان أدخل في قضايا ترتبط بآل فلان شنو رأيك قاعد يستنصحه هذا أكيد يجوز أن يذكر الأمور الخفية وما يجوز له يكذب هناك شيء وسط أحيانا واحد يقول أنا حرج علي أقوم أذكر له معايبهم خلص ما تريد تذكر قل له عمي سامحني أنا ما أتدخل بهالأمور روح شوف واحد غيري وسأله أما أن يكذب عليه ويقول له إيه هذا خوش إنسان كذا هذا ما يجوز هذا ما يجوز غش يعتبر. اما ان يقول له الحقيقه كامله واما ان يسكت. هذا اذا كان مستنصحا. زين بالله مو مستنصح، واحد قاعد يطالع يشوف يشوف هذا المسكين قاعد يطيح بحباله فلان. ذاك قاعد له متربص له وقاعد يكلمه بطريقه اللي هذا الان راح ينخدع. يقع في مشكله في شرك يجوز له ان يقول له نعم قائلين ايضا يجوز له يقول له احذر دير بالك ترى هذا الطرف فيه مشكله لا تروح وياه ومن هذا الباب اصحاب المقالات الفاسده وما اكثرهم على مر الازمنه ناس يطلعون يطلعون بدع يطلعون أشياء مخالفة للشريعة وعادة ذولا أي واحد منهم يطلع يحصل له مجموعة يحصل له عشرة عشرين مئة نفر هو وبعد شلون تصير قضيته سبحان الله مجرب القضية وبيها رواية أنه ما من أحد يدعو إلى ضلالة إلا وجد من يتبعه يحصل له حتى لو نفر واحد يمشي وراه يحصل بالنتيجة فواحد يحذر يقولهم للناس ديروا بالكم هذول مو خوش ناس دول ناس ضالين مضلين يعني ينصحهم أيضا هذا أي هذا منه فينصحهم يذكر معايبهم الخفية إذا واحد قال ليش قاعد تستغيبهم يقول أستغيبهم نعم أغتابهم حتى ادفع ضلالهم عن الاخرين مع انها غيبه يذكر معايبهم الخفيه بغرض دفع اضلالهم عن الناس. بعدين احيانا يصير ذكر بعض المعايب بقصد تعديل امور يعني مو مساله ضلال وامثاله. عالم يقول مساله يجي عالم ثاني يفحص يشوف هذا مو عدل مو ضابطها فيكتب انه هذا الكلام غير صحيح فيه كذا وكذا من الاشكال هذا مشتبه لما يقول هالكلام اذا واحد قال له شلون قاعد تتكلم عليه مشتبه تقول هذا غلطان هذا عالمهم اي عالم يقول انا لازم ابين الخطا الذي فيه حتى لا يقع اناس في مثل هذا الخطا ويتبعوه هذه موارد تستثنى من الغيبه اذا راى شخص شخصا اخر يكاد يقع ضحيه طرف في حيله في قضايا معينه هل يجب عليه نصحه اذا ما استنصحه؟ الجواب لا، لا يجب الا اذا كان الضرر المتوقع فادحا، يعني اصلا ممكن يموتوه. ممكن يصلون به الى حد الهلكه. في مثل هالحاله نقول واجب، اما لا، متى تصل الامور الى هذه المرحله؟ لا يجب. لكنه حسن. حسن نعم قضايا الزواج هم منها يقول هذا الولد شلونه اذا يدري بي مو زين خلي يقول اذا يفكر ان هذا في مشكله عليه بعدين اهله يجون يقولوا الذو يقولوا شلون تحكي على ولدنا يخاف منهم مثلا يقول له عمي سامحني روح دور غيري انا مالي شغل ما يصير يقوم يقول خلاف الواقع الواقع لازم ينقال وإلا يعتبر غشا وكذبا إذن فإحدى المحرمات المذكورة في القرآن الكريم الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا وصلى الله على محمد و...